السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحاجة ماسة لتطوير العمل الدعوي وعمل الأئمة والدعاة في هذه البلاد، وهذا العمل آت لا مجال، إنما بالإمكان تسريعه وتطويره بشكل يعني ملائم. وإنني أرى أن الحاجة أصبحت ماسة لتشكيل نقابة للأئمة والخطباء في هذه البلاد، وأنا بهذه الرسالة أدعو كل إمام وخطيب مسجد وداعية في هذه البلاد وفي غيرها أيضا إن لزمت الحاجة، أن يعمل من أجل تشكيل نقابة، بمعنى أنها ترعى شؤون هؤلاء الأئمة، تدافع عنهم، وفي حال تعطلهم عن العمل يكون لهم من يعني يساعدهم في تلك الفترة حتى يجدوا عملا آخر. هذا مثله مثل نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وغيرها في هذه البلد التي تعمل بهذا النظام، نظام المؤسساتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.